قصص من ملفات الشرطة المغربية، قصص مستوحاة من الواقع. كان واحدا من ثلاثة فقط يجيدون سياقة الجرار في تلك القرية النائية في أطراف سوق أربعاء الغرب، ولذلك كان اسمه كثير التداول بين الأهالي. اللون الأحمر القاني الذي صبغت به مقدمة الجرار الذي يحمل اسمه جرار ولد الضوية تجعل كل تحركاته في القرية أو من حولها ترصد بكل سهولة. قليلون هم الذين ينادونه باسمه الجلالي. ما يعرفه عموم الناس أن الجلالي نشأ يتيم الأب، ولكن نسوة من القرية ممن تحسبن في مكونات ذاكرتها وضميرها العام كنا مطلعات على أسرار الضوية وتتحدثن حين يكون المقام مقام نميمة وغيبة عن ولد بالتبني وعن امرأة لم يعرف لها زوج يوما ولا شهد أحد من القرية جنازته. وكنا تسمعن وهن تكثرن من الاستغفار كلما انتهينا من الخوض في حديث من قبيل تلك الأسرار التي لا تخرج إلى العلن إلا بمقادير. كثيرات من تلك النسوة تحتفظن لأنفسهن ببعض من تلك الأسرار لتكون لهن سلاحا في كل صدام قد يحدث. وفي مثل تلك الصدامات شاعت في القرية أسرار كان يظن أنها مصونة وأنها حفظت في آبار عميقة أو بلا قرار حتى. صار الجلال ولد الضوية شابا يحب استمالة الأعناق ولفت الأنظار إليه، وخاصة أنظار الفتيات من قريته أو من القرى المجاورة حين تتاح الفرصة ويكون حاضرا حفل زفاف أو في تجمع يقام لمناسبة وطنية أو دينية. نحن في أواخر سبعينيات القرن العشرين، ولذلك كان الجلالي كما أقرانه من القرية ومن خارجها يحتفظ بوفرة شعر يبدي عناية بها. وكان حين يمضي إلى سوق الأربعاء أو إلى القنيطرة كان يحرص على القيام بجولة في حوانيت بيع الملابس الجاهزة، يشتري منها ما يشابه ما يلبسه الشبان في المدن. لم ينل للجلال إلا حظ ضئيل من التعليم، هي صور من القرآن الكريم حفظها لما كان يختلف في صباه إلى كتاب القرية. لعله في الظاهر من شخصيته لم يكن يعير كبير اهتمام لذلك الجانب في حياته، ولعله كان يجد تعويضا عن ذلك في مهارته التي لا ينكرها أحد في سياقة الجرار الذي كان يستعمله عدا الأشغال الفلاحية في كل تنقلاته، بل وفي التوجه إلى مقهى القرية. كان يحس بفخر وكبرياء وهو يترجل من جراره ذي اللون الأحمر القاني عند باب المقهى ويمشي مختالا وهو يسمع أصوات أصدقائه وآخرين من أبناء القرية يردون السلام الذي أفشى وهو يدخل. كان المختار بن حميدة جزار القرية أقرب الأصدقاء إليه، يتقاسمان السبسي وأشياء أخرى منها أسرار مغامرات لهما داخل القرية وخارجها. في مستهل الثمانينيات كان الجلال يقترب من الثلاثين، وكأنه استفاق من غفلة طالت انتبه ذات صباح تلا ليلة حضر فيها الحشيش والخمر إلى أنه ينبغي أن يتخذ له زوجة، ولم يكن يفكر من قبل في الزواج. في سجله بضع فتيات يعرفهن ومنهن قريبات له. أحس أن كل كبريائه انهار لما فكر في الاقتراب من واحدة من تلك الفتيات من بنات القرية، لعله الخجل الذي يكنى عنه بالحشومة. ولكن الواضح أيضا أن القوانين والأعراف المجتمعية في قريته تجعل بين الفتيان والفتيات حدودا لا يسمح بتخطيها. دون أن يدري سببا واضحا لذلك صار كل اهتمامه يتركز على أم كلثوم، تلك التي يناديها أهلها بكلثوم. كان يراها تمشي إلى المدرسة، كانت قامتها مديدة حين تقارن بقامات من كن في نفس عمرها. ثم إن عائلتها من بين العائلات الأكثر تأثيرا في القرية، فوالدها بوسلهام صاحب الدكان الوحيد في القرية له أفضال على كثيرين،
إذ يعد الملجأ قبل أن تجمع المحاصيل، يقرض هذا مالا ويعطي آخر ما يحتاجه من بضاعة مع تأجيل الدفع إلى حين بيع المحاصيل. كل تلك المعاملات وتلك العلاقات التي أقيمت على أساسها تمنح بوسلهام سلطة اقتصادية كثيرا ما آل إليها الحسم في العديد من القضايا. لم يكن في كل ذلك ما يجعل تلك التركيبة الاجتماعية نشازا بين تركيبات الأواصر بين الناس في القرى الأخرى. يعلم الجلال والضضاوية أن اقترابه من حما بوسلهام فيه مخاطرة كبيرة، فعدا وزن الرجل في القرية كان له 3 أبناء في عز الشباب بمقدورهم أن يبطشوا به. لكل ذلك فإن كل محاولة للاقتراب من تلك المنطقة المحرمة قد تجر عليه الكثير من المتاعب، وعليه إن هو أصر على الاقتراب منها أن يكون حذرا، فقد يناله ما لن يرضيه، وربما شد حبل المشنقة بيديه حول رقبته. استغرق تفكيره في هذا الأمر الذي طرأ عليه عدة أيام، كان خلالها يتتبع حركات كلثوم وهي ذاهبة إلى الحقل أو وهي تقصد بيت أقرباء لها أو صديقات، وكذلك اقترب منها وصار يرميها بنظرات كالسهام. لم يكن وجها غريبا، فمن لا يعرف ولد الضوية صاحب التراكتور الأحمر؟ كل الناس يعرفونه وجلهم ينسون أن ولد الضوية ليس سوى مستخدم في ضيعة الحاج إبراهيم، وهو رجل أعمال يقيم في الدار البيضاء. على مدى عدة أيام ظل الجلال ولد الضوية يضغط على كلثوم بحضوره في كل الطرق التي تسلكها، حتى صارت تتبادل معه أطراف الحديث، ثم إنه وعدها بالزواج. كانت في 16 أو 17، ومعسول الكلام الذي كان يأتيها من عنده جعلها تميل إليه وتنسى أن والدها بوسلهام صاحب الدكان الوحيد في القرية لن يقبل بتزويجها شخصا كولد الضوية الذي كان في نظر الكبار من أهالي القرية شابا جامحا. نسيت كلثوم كل ذلك، ولم تحتفظ له في نفسها سوى بصورة الشاب الذي يحسبه الشباب والصغار نموذجا للقوة والانطلاق. صارت تنتظر تلك اللحظات التي تلتقيه فيها أو تلتقي فيها نظراتهما ولو من بعيد، ثم إنه عرض عليها أن تركب معه التراكتور. كان على أطراف القرية هناك في الحقول يظنان أنهما بعيدان عن نظرات الفضوليين. تسلقت الفتاة وصارت إلى جانب أشهر 3 يجيدون قيادة الجرارات في القرية. لم تكن يوما أقرب إليه مما كانت يومها. سيقان القمح منتصبة في استقامة تكسو المدى، ولا زال يغلب عليها الإخضرار، وشمس أوائل مايو تمنح المكان دفئا خاصا. توقف الجرار الأحمر القاني وترجل ولد الضوية وأقبل نحوها، مد إليها يده يريد مساعدتها على النزول. كانت المرة الأولى التي تلمس فيها يدها يده. نزلت ولكنه ظل ممسكا بها، ودار بينهما من أحاديث الشوق واللوعة الكثير، وكان يسيران بجانب حقل يعد بحصاد وفير. والوقت ظهيرة وقد عاد الزراع من حقولهم. لا تذكر كلثوم كم مر من الوقت، ولكنها تذكر أنهما غاصا في حقل القمح وصارا في عالم ليس له من لون سوى لون سيقان القمح ولون السماء. تذكر كلثوم أن كل شيء حدث في ذلك اليوم. ركبا الجرار الأحمر في طريق العودة، لم يتبادلا إلا القليل من الحديث. تركها في مشارف القرية وانقلب بجراره آخذا الوجهة التي جاء منها، وما لبث أن اختفى ولم يعد يسمع سوى شخير محرك الجرار وهو يبتعد. انقطعت عنه كلثوم أياما، ودام غيابها 3 أسابيع لما ظهرت فجأة في طريقه. كانت تبدو زهرة ذاوية سقيمة. لما تواريا عن الأنظار أخبرته بأنها تظن أنها حامل. كان للخبر وقع الرعد في رأسه. قالت له عن العلامات التي تجعلها تظن أنها حامل.
طمأنها بأنه سيأتي مع أمه الضاوية لخطبتها. منذ إذن اختفى عن الأنظار. في الأيام التي تلت صارت علامات حملها بادية تقلق أمها التي ظلت تحترق أحشاؤها بهذا السر الخطير الذي كتمته عن زوجها. كانت المرأة التي وجدت نفسها بين عشية وضحاها في مواجهة مصيبة ما بعدها مصيبة إلا الموت، تحاول تدبير الأمر قبل أن ينتهي الخبر إلى بوسلهام زوجها. تعلم علم اليقين أن أشياء كثيرة مما لا تحمد عقباه قد تحدث. علمت منها أنها حملت من ولد الضاوية، فزيد الطين بلة. لم يخامر الغالية والدة كلثوم شك، أدنى شك في أن بوسلهام إن علم فلن يتردد في قتل ولد الضاوية دفاعا عن شرفه، وأنه لن يقبل به صهرا إذ كان يضمر له كرها بسبب سلوكه الجامح المتحدي للأعراف والتقاليد. وقد يكون انتهى إليه شيء من تلك الأسرار التي تتداولها نسوة من القرية وتصنف ولد الضاوية في خانة من لا أصول واضحة لهم. قررت الغالية أن تلجأ إلى طرق الإجهاض التقليدية وأن يتم الأمر سرا، ثم وضعت نصب عينيها أن تفأر لشرف العائلة بطريقتها. كانت فيما مضى علمت من مجالس نسوة في القرية بامرأة في سوق الأربعاء تقصدها النساء لتساعدهن في التخلص من أحمال لا يرغبن فيها، وكانت إلى ذلك تمارس ما يدرج في خانة الطب الشعبي، وفيه يدخل الكي بالنار وأشياء كثيرة من الشعوذة. ما كان يهم الغالية في كل ذلك أن تتخلص ابنتها من ذلك الحمل قبل أن تتفاقم أعراضه ويتفطن إليه كل من في البيت. اتخذت ذريعة زيارة قريبة لها في سوق الأربعاء وقالت إن كلثوم سترافقها في تلك الزيارة. لم تكن المرة الأولى التي تزور فيها قريبتها تلك، وكانت ابنة خالة لها تتقاسم معها غير قليل من ذكريات وغير قليل من تلك الأسرار التي لا يسمح بإخراجها إلى النور. شاع في القرية أن ولد الضاوية اختفى وأن الجرار ذا اللون الأحمر القاني لم يغادر مربضه منذ فترة من فكت تطول، وقيل همسا إنه ربما هاجر إلى الشمال. ولكن غيابه ذاك صار يثير تساؤلات وريبة بعد أن ذاع قلق أمه عليه. قالت لنسوة إنه رحل دون أن يودعها ولا أن يخبرها بوجهته ولا عن سبب رحيله المفاجئ. لقد تركها وحيدة. وفي مقهى القرية افتقد الرواد تلك اللحظات التي كان يصل فيها ولد الضاوية إلى المقهى ممتطيا الجرار، وكيف كان يترجل منه مختالا. هناك في القرية من يضمر ارتياحه لاختفاء ذاك المشاكس الجامح من المشهد، ولعل من بينهم بوسلهام أبو كلثوم. الرجل منهمك في تجارته ولم ينتبه إلى ما تكابده زوجته مع ابنتهما. عادت الغالية وابنتها من سوق الأربعاء بعد أسبوع وقد تخلصت كلثوم من حملها بعد أن كادت تفقد حياتها. لا تفكر الغالية الآن إلا في الطريقة التي توصلها إلى ولد الضاوية لتقتله، ولم يكن يبدو لها من سبيل إلا التقرب من الضاوية نفسها تحت ستار مواساتها. بعد 3 أشهر جاءها من يخبرها بأن الجلالي يوجد في القصر الكبير حيث يعمل في مقاولة للبناء. كان خبرا سارا ليس للضاوية فحسب، بل للغالية أيضا التي زادت فرحتها لما علمت أن الضاوية ستذهب لزيارة ولدها في القصر الكبير. كانت الغالية مشتهرة بين نساء القرية بإجادتها صنع الحلويات، ولذلك طلبت منها الضاوية أن تصنع لها بعض الحلويات لتحملها إلى ولدها الهارب. لما تلقت ذاك الطلب تساءلت عما إذا كانت الأقدار تهيئ لها سبل الثأر لشرف عائلتها من ذاك الذي تصفه بالقذر. أعدت لها طبقا من أجود أصناف الحلوى، وقد سقت القطع التي وضعتها أسفل الصحن سما مما يستعمل في قتل الجرذان بعد أن أضافت إليه أشياء أخرى. أقسمت بأغلظ الأيمان ألا تأخذ أجرا عن طبق الحلوى ذاك،
ثم ودعت الضاوية وهي تأمل أن يأتيها الخبر الذي ترغب في سماعه. فوجئ أهالي القرية أقل من أسبوع بعد ذلك بخبر عودة فتى تراكتور ولد الضاوية، ولكنهم لم يروه في المقهى ولا شاهدوا الجرار ذا اللون الأحمر القاني في مسالك القرية. وقيل إنه عاد من حيث توارى من القصر الكبير سقيما. عاده في بيت أمه عدد من أصدقائه، ثم بضعة أيام بعد ذلك أعلن عن وفاته متأثرا بذاك المرض الغامض الذي ألم به، وأسرع به إلى قبره وانتهى كل شيء. كانت نظرات الغالية تفشي ارتياحا في أعماقها، وكانت نظرات ابنتها إليها يشوبها شيء من الحزن. في أربعينية الجلال ولد الضاوية ذهب إلى زيارة قبره عدد من نساء القرية، وكانت بينهن كلثوم، وهي تمعن النظر إلى كومة التراب التي تجسد قبر الفارس الجامح الذي كان تراءت لها سيقان القمح المخضرة المنتصبة في استقامة، وأحست يده تلامس يدها، وتلك اللحظات التي أمضياها معا متواريين في حقل القمح، واللحظات التي تلت والحمل المفاجئ. ولما عادت من شرودها ذاك انتبهت إلى أن كل النسوة صرفن، ولم تبق سوى أمها الغالية، كانت تنظر إليها وهي تهم بابتسامة حملت أكثر من رسالة. في الصفحات الداخلية الخاصة بالوفيات في صحيفة محلية تصدر في تراغونا على الساحل الشرقي لإسبانيا نعي السيدة بلانكا الميدا. في نص النعي ذكر لموعد القداس الديني الذي سيقام في الكاتدرائية 5 أكتوبر من العام 2005. لم يكن هناك لحظتها ما قد يسترعى انتباه من لا يعرف الفقيدة بلانكا. وري جثمان المرأة في مقبرة المدينة. كانت بلانكا الميدا تعيش في إسبانيا منذ ما يزيد على 18 عاما. قضت منها 10 أعوام في برشلونة، حيث كانت تدير حانة أغلب روادها من المهاجرين من بلدان أمريكا اللاتينية. لم تكن عيون مصالح الأمن الإسبانية تغفل ما يدور في تلك الحانة، حيث يعلو الصخب خاصة في نهايات الأسابيع بما يذكر بأجواء حانات بوينوس آيرس أو ليما. وكانت خمارة بلانكا واتخذ لها اسما لا بالوما تجلب إليها من حين إلى آخر فرقا موسيقية مكسيكية أو أرجنتينية، وكان ذلك مما يوسع قاعدة الزبائن ويبقي على وفائهم للحانة. لم يكن في حياة بلانكا التي حصلت على الجنسية الإسبانية في العام 1993 ما يجعلها موضع شك، بل إن رجال دوريات الشرطة كانوا كثيرا ما يدخلون الحانة لاستراحة يشربون خلالها كأسا قبل الانصراف، وكانت علاقتهم ببلانكا علاقة يغلب عليها الود. ثم جاء اليوم الذي رحلت فيه بلانكا الميدا عن برشلونة. كانت في 65، وعلم زبناؤها أنها قررت أن تنهي حياتها المهنية. ذهبت بلانكا، ولكن حانة لا بالوما ظلت مفتوحة في وجه زبائنها، واستمرت تلك الحفلات الأمريكية اللاتينية تقام بكل ما عرف عنها من صخب واحتفالية متفجرة. في تراغونا سكنت بلانكا شقة كانت قد اشترتها 4 سنوات من قبل في حي لا جرانخا في طريق جران كاناريا. لم تكن علاقتها بجيرانها تتخطى حدود تبادل التحية وكلمات حول حالة الجو وأشياء من ذلك القبيل. وكان يزورها 2 مرات كل شهر رجل في 60 حسب ما يشي به مظهره. وكان الجيران يظنون أنه قريب لها أو صديق، بل إن من جاراتها من تحدثن عن علاقة غرام بين ذلك الرجل وبلانكا التي رغم سن عمرها كانت تبدو منشرحة ممشوقة القوام. وكان في ذلك ما يثير لدى بعض جاراتها تلك شيئا من الغيرة. كنا حاضرات في الكنيسة يوم أقيمت مراسيم جنازتها،
وكنا متشحات بحزن وسواد، ولاحظنا غياب ذلك الرجل الذي كان يزورها بوتيرة تكاد تكون منتظمة. حمل نعش بلانكا وعليه زهرات متناثرة، وبعد أيام لم يعد من ذكر لبلانكا في تلك العمارة بطريق الجران كاناريا. لم تكن الجارات تعلمن، ولا كثير ممن عرفوا بلانكا، أن ما كانت تلك المرأة تكتمه سيخرج إلى العلن. بعد أشهر من رحيل بلانكا الميدا، جاء إلى العمارة ثلاثة رجال يبدو من مظهرهم أنهم من إدارة ما. شوهدوا يتحدثون إلى البواب، وما لبثوا أن صعدوا إلى الطابق الثالث حيث شقة بلانكا. كانت معهم المفاتيح، ولعل ذلك ما جعل البواب يقتنع بأنهم جاءوا في مهمة إحصاء تركة الهالكة. كان البواب واسمه بابلو الشخص الوحيد الذي يعلم أكثر عن سكان تلك العمارة، حيث هو منذ 25 عاما. كان شخصا مرحا ورجل نكتة، وكان صغار العمارة يحبونه. لما دخل الثلاثة شقة بلانكا هم بالدخول معهم، ولكن الرجل الذي كان يبدو رئيس المجموعة طلب منه بلغة لم تخل من لباقة أن يتركهم ليقوموا بالمهمة التي جاءوا من أجلها. لم تكن بلانكا متزوجة ولا علم لها ولد، وبالرغم من أن بابلو البواب وثق فيما قاله الرجال الثلاثة، إلا أنه لما عاد إلى مكانه في مدخل العمارة ساورته شكوك في صدق ما زعموه. لم تكن معهم ورقة رسمية تأذن لهم بالدخول إلى شقة بلانكا، ولم يجرؤ على طلبها. ثم إنه لما رآهم يفتحون الباب بكل طمأنينة مال إلى تصديقهم. بدا له أن من مصلحته هو قبل غيره أن يبلغ الشرطة، فقد يكون وراء الثلاثة ما وراءهم من نصب ومحاولة سطو على ما خلفته الهالكة. يظن بابلو أن السيدة بلانكا الميدا تركت أموالا هامة، كان مستوى معيشتها يشي بذلك، فلم تكن المرأة رغم تقدمها في السن تبخل على نفسها بالملابس الأنيقة، تنتقي منها ما غلا ثمنه ووافق الموضة. قد يكون ذلك أيضا مما ورث جاراتها تلك الغيرة منها. في مدخل السكن المخصص له خلف الباب علق على الجدار هاتف أسود من تلك الهواتف القديمة التي تحيل على أواسط القرن الماضي. كان بابلو يرفض تغييره، رفع السماعة وأدار القرص مرات بعدد الأرقام التي تصله مباشرة برئيس مركز الشرطة. لم يطل انتظاره وجاء صوته: مرحبا، أنا بابلو يا سيدي، أردت أن أخبركم بأن ثلاثة أشخاص جاءوا إلى شقة بلانكا الميدا، هل تذكرونها؟ نعم، تلك المرأة التي توفيت قبل بضعة أشهر. نعم سيدي، وقد فتحوا شقتها ودخلوا، قالوا لي إنهم في مهمة إحصاء تركات الهالكة. فيما أبلغ عنه بابلو ما يثير الفضول: هل قدموا لك ما يثبت؟ لا سيدي. حسنا، سنتولى الأمر، شكرا لك، وطاب يومك سيد بابلو. ما أن وضع الضابط سماعة هاتفه حتى مضى بتفكيره إلى السر الذي قد يكون كامنا وراء هذه الزيارة المفاجئة التي يقوم بها أولئك الرجال إلى شقة بلانكا. ثم بعد لحظات نقر على لوحة مفاتيح حاسوبه اسم وعنوان بلانكا الميدا، فظهرت صورتها وبياناتها على الشاشة. لم يكن في تلك البيانات ما يستوقف الاهتمام إلا ما كان من تاريخ حصولها على الجنسية الإسبانية، وكان ذلك في العام 93-900 وجنسيتها الأصلية مكسيكية. استوقف الضابط أيضا مسقط رأسها ميدلين القريبة من الحدود المكسيكية الأمريكية. في جملة الوثائق التي استعرضها الضابط على شاشة حاسوبه أشياء تتعلق بتلك السنوات التي أمضتها بلانكا في حانة لا بالوما في برشلونة، إشارات إلى علاقتها بأشخاص من أمريكا اللاتينية كانوا موضوع مراقبة.
لم يكن هناك ما يفيد بأن المرأة كانت متورطة في عمل غير قانوني. خلص الضابط إلى أن العلاقات التي كانت لبلانكا مع أولئك المراقبين لم تكن سوى علاقة صاحبة حانة بزبائنها. ثم نادى على أحد مساعديه وأخبره بأنهما سيتوجهان إلى طريق الجران كاناريا. لم يقل له شيئا عن المهمة التي سيقومان بها. بعد أقل من نصف ساعة كان بباب العمارة. لما رآهما بابلو هرع نحوهما، اقترب من الضابط وأخبره بأن الرجال الثلاثة غادروا قبل ربع ساعة وهم يحملون صندوقا من الورق المقوى من الحجم المتوسط. نظر الضابط إلى مساعده بما يفهم منه أنهما وصلا متأخرين، ثم التفت إلى بابلو وسأله أن يرافقهما إلى شقة بلانكا. دون أن ينطق بكلمة ضغط على زر المصعد الذي ما لبث أن انفتحت بابه. دخل الثلاثة وقام بابلو بالضغط على زر الطابق الثالث. لما وصلوا ما أن انفتح باب المصعد حتى لاحظ بابلو أن باب الشقة بقي مواربا. لقد تركوا الباب مفتوحا، كذلك قال بابلو بنبرة مستغربة. تقدم الضابط ومساعده بحذر، دفع دفة الباب، يده اليمنى تتحسس مسدسه الذي علقه تحت إبطه الأيسر. كان الأثاث يبدو وقد خضع لتفتيش دقيق. في الصالون أوراق مبعثرة على الأرض. بعد عملية استكشاف سريعة أيقن الضابط أن لا أحد في البيت. في غرفة النوم كل شيء صار رأسا على عقب. أسفل الأبواب الثلاثة للدولاب ملابس نسوية كومات. وهو يجول بنظره بين كل تلك الأشياء كان الضابط يتساءل عن حقيقة السبعينية التي توفيت قبل أشهر، تلك المرأة مكسيكية الأصل التي تدعى في وثائقها الرسمية بلانكا الميدا. الذي حدث يبعث على التساؤل عما إذا كانت المرأة التي عرفت بمراحها ونشاطها إنما كانت تخفي وجها آخر لحياة أخرى غير مرئية كانت تحياها. قد يكون ذلك. ثم من يكون الثلاثة الذين جاءوا إلى شقتها يزعمون القيام بإحصاء تركتها؟ لحساب من جاءوا، الظاهر أن بلانكا لم تترك ولدا ولا بنتا ولا زوجا ولا عينت وريثا في وصية ما. كل شيء يبعث على الشك. تقدم الضابط نحو غرفة مجاورة للصالون كان بابها مغلقا. في الجدار المقابل للباب مكتبة يتوسطها جهاز تلفزيون. يبدو أن أحدهم فتش بين الكتب ولكنه لم يبعثرها على الأرض. قد يكون الذي قام بذلك أدرك سريعا أن ما جاءوا يبحثون عنه لم يكن هناك. في المطبخ بدا كل شيء مكانه، بل إنه بدا أنه لم يستعمل منذ فترة ليست بالقصيرة. فتح الثلاجة فوجدها فارغة. التفت الضابط إلى بابلو البواب وسأله هل كان هناك من كان يساعد السيدة بلانكا في أشغال المنزل؟ تذكر ألما، ضرب ببطن يمينه على جبهته، يا إلهي كيف نسيتها؟ قال للضابط إن تلك المرأة التي تسمى ألما كانت تأتي مرة كل أسبوع للاعتناء بسكن بلانكا. ودون أن يسأله الضابط مرة أخرى أضاف أنها كانت تتوفر على مفاتيح الشقة، بل إنها التي اكتشفت بلانكا مفارقة الحياة على فراشها، وإنها زارت الشقة مرتين أو ثلاث مرات قبل أن تنقطع عنها. لم أرها منذ إذن، قال بابلو. تجلى لرئيس الشرطة في حي لاغرانخا أن ما كان وفاة عادية لسيدة مسنة ربما أخفى أشياء كثيرة. يعلم أن الأمر يقتضي فتح تحقيق قضائي معمق لاستجلاء الحقائق. وحتى يضع لزيارته الشقة برفقة مساعده إطارا قانونيا، أمره بتحرير محضر تلك الزيارة التي تمت على أساس ما أبلغ عنه بابلو بواب العمارة بشأن الأشخاص الثلاثة الذين فتشوا الشقة وأخذوا منها أشياء وضعوها في صندوق حملوه معهم.
لم يستطع بابلو تقديم معلومات وافية عن الأشخاص الثلاثة، وحتى وصفه لهم لم يكن مما يتيح وضع صورة تقريبية لهم. يتعين البحث عنهم من خلال رفع البصمات التي قد يكون تركوها في الشقة. ينبغي أيضاً الوصول إلى ألما التي زارت شقة مشغلتها بعد وفاتها. قال بابلو إنها كانت تتوفر على نسخة من مفاتيح الشقة، فهل هي المفاتيح نفسها التي استعملها أولئك الذين زعموا أنهم جاءوا يحصون تركة الهالكة؟ يبدو الأمر شبيهاً بلغز. أغلق الضابط باب الشقة ونزل مع مساعده والبواب وادعاه في مدخل العمارة. لما دخل مكتبه أمر بإعداد المحضر سريعا لإحالته على رؤسائه والقيام بما ينبغي القيام به. بعد أسبوع صدر أمر قضائي بفتح تحقيق حول حادث اقتحام شقة بلانكا الميدا، وبدا طبيعيا أن تسند المهمة إلى هذا الضابط الذي يرأس مصلحة الأمن في حي لاغرانخا. والحقيقة أن ما أبداه من حماس للنبش في ملف بلانكا مما جعل رؤساءه يسندون إليه هذه المهمة التي يقرون جميعهم بأنها لن تكون سهلة البتة. كان أول ما قام به أنه أمر بتغيير قفل باب الشقة في صباح اليوم الأول من مهمته. بعد ظهر ذلك اليوم دخل الشقة وحيدا ومضى يقلب كل محتوياتها. بين ملابس الهالكة لم يرصد شيئا يذكر، وبين الأوراق المبعثرة في الصالون أشياء ليست ذات قيمة للبحث الذي فتح. كان الضابط وليكن اسمه أرماندو يحرص على أن لا يلمس الأسطح التي قد تحمل بصمات من مروا قبله من هناك. ثم إنه قرر أن يركز اهتمامه في ذلك اليوم على محتويات تلك الغرفة التي لم يبعثرها الثلاثة الذين زاروها من قبل. لا يدري إن كانت السيدة بلانكا قارئة نهمة. في كل الأحوال من الكتب التي في خزانتها يبدو أن أغلب ما قرأته من الكتابات التاريخية وقليل من الروايات. وهو يتفحص محتويات تلك الخزانة وقع نظره على ثلاثة كراسات أغلفتها من جلد من النوع الجيد، لم تكن تحمل كتابات. فتح إحداها، على صفحتها الأولى بخط أنيق كتب مذكرات بلانكا. كانت الصفحات كلها مخطوطة، في كل صفحة تاريخ يوم والحوادث الأبرز في ذلك اليوم. جلس الضابط أرماندو على الكنبة وراح يقلب الصفحات دون ما قراءتها بتمعن. ظن أنه وقع على كنز ثمين. صفحات تلك المذكرات تعده بكشف جوانب مظلمة من حياة بلانكا الميدا. الحلقة الثانية والأخيرة. رأى الضابط ريكاردو أن يحمل معه تلك الكراسات الثلاث لمذكرات بلانكا إلى منزله، لأن قراءتها وصبر مكنونها يتطلب وقتا. قد تكون تلك المذكرات متضمنة معلومات مفيدة لاستجلاء ما وراء أولئك الرجال الثلاثة الذين جاءوا إلى شقتها في طريق الجران كاناريس. لما خرج من باب المصعد وجد أمامه البواب بابلو الذي أبلغه عن زيارة الرجال الثلاثة لشقة بلانكا. بادره بالتحية، ثم إنه بلا مقدمات سأله إن كان عثر على أولئك الأشخاص. اكتفى الضابط ريكاردو بابتسامة ثم واصل خطوه نحو الباب حاملا الكراسات الثلاث. سمع بابلو يتمنى له يوما سعيدا. لما عاد إلى مكتبه وقد ترك مذكرات بلانكا في صندوق سيارته، سطر الإجراءات العملية الأولى لتقفي أثر الثلاثة الذين فتشوا شقة بلانكا. كان أول ما طلبه حضور الشرطة العلمية لرفع البصمات فقد تنطق بهوياتهم. ثم إنه حاول الوصول إلى ألما الخادمة التي كانت تعتني بشؤون شقة بلانكا. كان البواب بابلو قد أخبر الضابط بأنها كانت تتوفر على مفاتيح الشقة، وأنها زارتها مرتين أو ثلاثا بعد وفاة السيدة الميدا.
يتساءل الضابط ريكاردو عما إذا كانت هناك علاقة بين تلك المرأة المتوارية عن المشهد منذ أسابيع والرجال الذين أخذوا ما أخذوه من شقة الهالكة. يرى أن الوصول إليها ربما جعل بلوغ الحقيقة أقرب وأسرع. تجاوبت المصلحة المركزية للأمن في تاراغونا مع طلب إرسال فريق من الشرطة العلمية إلى تلك الشقة في طريق الجران كاناريا، وتم رفع البصمات، كل البصمات التي تركت على الجدران والأسطح الخشبية والزجاجية. على الضابط ريكاردو انتظار ما ستبوح به حين تحليلها في المختبر. مساء ذلك اليوم الأول من التحقيق الموكول إليه، على غير عادته عجل الضابط ريكاردو بالعودة إلى منزله حيث يعيش وحيدا منذ سنتين بعد طلاق من زيجة لم تثمر خلفا. يريد أن يسبر مضامين مذكرات امرأة توفيت دون أن تثار حولها شبهة أو شكوك. في أذهان الذين عرفوها مشرفة على حانة لابالوما في برشلونة، ستظل بلانكا الميدا سيدة محترمة رقيقة لبقة، وستظل لديهم صفحة سيرتها بيضاء ناصعة كما هو اسمها بلانكا. لكن الضابط ريكاردو لا يميل إلى تبني تلك النظرة عن امرأة لم يعرف عنها إلا ما تضمنه سجلها في مركز شرطة لاغرانخا. لا يريد أن يسبق انبلاج صبح الحقائق. في مكتبه بعد أن تابع نشرة الأخبار على القناة الثانية، وكان ذلك دأبه كلما عاد إلى المنزل، أخذ الكراسة الأولى من مذكرات بلانكا. اليوم الأول في تدويناتها يحمل تاريخ 6 أبريل من العام 1959. في ذلك اليوم تؤاخذ بلانكا رودريغو لتجاهله عيد ميلادها. لم يحضر، وكأنه يريد أن ينهي ما بيننا بهذا الصمت الذي يستمر الآن منذ شهر أو أكثر. كذلك كتبت دون معلومات أخرى عن هذا الحبيب الذي اسمه رودريغو. بالنظر إلى تاريخ ذلك اليوم فإن بلانكا كتبت تلك التدوينة في يوم عيد ميلادها 27. في الصفحات التي تلت تكرر العتاب وما يحيل على معاناتها من هجر الحبيب ولقاءات لها مع صديقات من نفس حيها في ميدلين. زمن إذن لم تكن المدينة بالحال الذي آلت إليه في السنين الأخيرة. علم الضابط ريكاردو من خلال الكراسة الأولى أن بلانكا عملت ممرضة في بدايات مشوارها المهني، وأنها ظلت ترفض كل علاقة مع أي كان بعد أن هجرها من بدا أنه كان الحبيب الأول رودريغو. ومع أن غايته الأولى أن يبحث عن إشارة أو دليل يقوده إلى حقيقة بلانكا التي تجنست بالجنسية الإسبانية وماتت مواطنة إسبانية، فإنه لم يكن يخفي المتعة التي كان يوفرها له الغوص في أسرار امرأة مكسيكية كانت تقليدية تنشئتها الأولى مفعمة بالقيم المسيحية. لم يكن في ذلك الجزء الأول من مذكراتها ما يوحي بأن الشابة التي كانت تختلف عن مثيلاتها من بنات بيئتها هناك في ميدلين من حيث أمريكا الأحلام قريبة ترى رأي العين. لما انتقل إلى الكراسة الثانية اكتشف الضابط ريكاردو أن بلانكا ظلت تعمل ممرضة حتى العام 79. بدا له فراغ لا تفسير له في الفترة بين آخر تدوينة في الكراسة الأولى من المذكرات وبداية الكراسة الثانية. التدوينة الأخيرة في الأولى تعود إلى آخر أكتوبر من العام 77. تتحدث عن علاقتها برجل اسمه شارلي، تكرر اسمه عدة مرات، وفيما كتبته عنه أن علاقتها به كانت وثيقة. لم تصفه مرة بالحبيب كما كان حال حبيبها الأول رودريغو. تحدثت عن عملها الجديد في إحدى مصحات مكسيكو، عن الأطباء وزملاء وزميلات العمل وعن المرضى. ثم تبوح لكراستها الثانية بأنها تعرفت إلى شارلي في تلك المصحة. كان كريما وودودا،
جاء إلى المصحة لإجراء عملية على المعدة، كان يعاني من قرحة. قالت إنه حكى لها كيف أن تلك القرحة جعلته عصبيا. ثم على مدى الصفحات التي تلت تحدثت بلانكا عن علاقة صداقة منفكت تتقوى بينها وشارلي الذي كان في مثل عمرها الذي لم تبح له به يوما. ما لفت نظر الضابط ريكاردو وهو يقرأ الصفحات الأخيرة في تلك الكراسة الثانية أن بلانكا وكانت وقتها على مشارف الخمسين صارت تتحدث بحرية أكبر عن الحميمية التي نشأت بينها وشارلي. كان ما يثير لديه أكثر من سؤال تكتمها على اسمه الكامل وعن نشاطه التجاري الذي بدا غامضا. وهو يشرع في استكشاف الكراسة الثالثة والأخيرة اكتشف رئيس أمن لاغرانخا السبب الرئيس الذي جعل بلانكا تقرر فجأة الرحيل عن المكسيك والهجرة إلى إسبانيا. في تلك الكراسة بتاريخ 17 من مايو من العام 86 كتبت بلانكا الميدا: لقد أنجزت المهمة التي كلفني بها شارلي، الآن فقط سأحقق الكثير من أحلامي ولكن بعيدا عن المكسيك. أسطرا بعد ذلك كتبت: فليذهب باكو إلى الجحيم، لقد حقنته بما يستحق وزيادة. استنتج الضابط ريكاردو أن المرأة أقدمت على تنفيذ جريمة قتل لحساب شارلي وأنها بل هما معا وضع ترتيبات الهروب بعيدا. في الصفحات التي تلت وحتى العام 98 أي 7 سنين قبل وفاتها ظلت تكتب تدوينات غير منتظمة أغلبها حول الأجواء التي اشتغلت فيها في حانة لابالوما. لاحقا علم الضابط أن تلك الحانة لم تكن ملكا لها بل في ملكية رجل مكسيكي يدعى دافيد مانثانو الذي مات في حادثة سير قبل عامين. ظن الضابط أنه هو نفسه شارلي الذي تحدثت عنه بلانكا، ولعله هو نفسه الرجل الذي كان يزورها في شقتها بشكل شبه منتظم مرتين في الأسبوع. تذكره البواب بابلو لما رأى صورته، هو الرجل نفسه الذي كان يتردد على شقة بلانكا. كشفت البصمات التي تم رفعها من شقة الهالكة عن هويات الأشخاص الثلاثة، 2 منهم كانا قد أمضيا عقوبة حبسية من عدة أشهر بعد اعتدائهما على دافيد مانثانو داخل حانته. لم يكن للحادث من مبرر غير حالة السكر المتقدمة التي كان عليها. وكان مثيرا للشك أن يقضي السيد مانثانو في حادثة سير شهرين بعد ذلك الاعتداء. الشخص الثالث شاب في 24 كان معروفا لدى الشرطة بترويج المخدرات الصلبة. في جملة ما باحت به البصمات هوية ألما التي كانت تعتني ببيت بلانكا حتى وفاتها. كانت ألما واسمها الكامل ألما بانديرا مهاجرة كوبية تقيم في إسبانيا منذ ما يزيد على 30 عاما. في الظاهر على الأقل لم تكن بينها والثلاثة علاقة تذكر. لما استدعتها الشرطة للتحقيق معها أقرت بأنها زارت الشقة مرتين وأنها أخذت منها بعض الملابس والحلي التي كانت للهالكة بلانكا الميدا، وأنها عدا ذلك لم تمد يدها إلى أي شيء آخر. كان الأهم بالنسبة للباحثين في هذا الملف الوصول إلى الرجال الثلاثة ومعرفة ما أخذوه من شقة بلانكا، ما احتواه ذاك الصندوق الذي قال البواب بابلو إنهم حملوه معهم وهم يغادرون الشقة. كشفت التحريات أن أحدهم تمكن من مغادرة إسبانيا وقتا قصيرا بعد زيارتهم شقة بلانكا، بينما أمسك بشريكه في الاعتداء على دافيد مانثانو وبالآخر مروج الكوكايين بالتقسيط. حاول إنكار زيارتهما إلى تلك الشقة في طريق الجران كاناريا، ولكنهما وجها ببصماتهما التي أخذت من هناك. وحتى لا يصر على إنكارهما وجها بالبواب بابلو الذي أكد أن الاثنين كانا ضمن الثلاثة الذين ادعوا أنهم جاءوا لإحصاء تركة بلانكا الميدا. سيعلم المحققون
بعد أن اضطروا للمزاوجة بين وعد ووعيد أن ما حمل من الشقة سبائك ذهب كانت السيدة بلانكا تحتفظ بها لحساب شبكة لترويج الكوكايين. كل ما كان من عائدات تلك الشبكة الممتدة إلى خارج إسبانيا كانت تحول إلى سبائك ذهب تهرب على دفعات إلى الخارج. اكتشف الباحثون أيضاً أن بلانكا كانت المسؤولة عن حسابات تلك الشبكة حتى رحيلها عن حانة لابالوما. التقارير التي رفعها الضابط ريكاردو إلى رؤسائه بيّنت الأبعاد الخفية لشخصية بلانكا الميدا. كان كلما نظر إلى صورتها التي في سجلات الشرطة يكاد لا يصدق أن هذا الوجه الذي يستوفي كل ملامح البراءة وتلك النظرات الهادئة من خلف زجاج نظاراتها الطبية هي ملامح ونظرات امرأة غاصت في عوالم الجريمة منذ سنين بعيدة، يكاد لا يصدق. سيزداد استغرابه لما يأتي المزيد من مكسيكو، وفيما جاء شبهات تحوم حول الممرضة بلانكا رودريغيس الميدا، ذاك هو اسمها الكامل، وتورطها في تصفية جسدية تحت غطاء طبي لذاك الذي ذكرته باسمه في مذكراتها باكو. اسمه الكامل باكو دي ألميندرو، كان في عداء مع شارلي بسبب منافسات بينهما في تهريب المخدرات، وكان شارلي من أمر بتصفيته بعد خطفه وإيداعه إحدى مصحات مكسيكو، وكانت بلانكا من نفذت جريمة القتل. حقنته بجرعة زائدة من محلول لا يثير شبهة، وكتب في التقرير الذي أرفق بجثته أنه توفي بسبب سكتة قلبية. بحثت الشرطة عن بلانكا ولكنها لم تعثر لها على أثر، ثم إن القضية طويت وانتهت إلى التقادم ولم يكن هناك من ينبش في هذا الملف. كشفت التحريات أيضاً أن شارلي بعد إفلاته من ذلك الاعتداء الذي تعرض له في حانته في برشلونة تمت تصفيته تحت غطاء حادثة سير عادية لم ينج منها. لم يتحدث أحد عن عملية انتقام، ولكن خيوط القصة كلها توحي بأنه شرب من الكأس نفسها، وتمت تنحيته وفق السيناريو نفسه الذي صفي به غريمه باكو دي ألميندرو. ظن الضابط ريكاردو أن قصة بلانكا انتهت وأن كل خيوطها تكشفت. أغلب الأطراف في هذه القصة ماتوا، ولم يكن هناك من مجال واسع لفتح متابعات قضائية. غير أن الضابط رئيس أمن لاغرانخا لن يلبث أن يراجع حساباته وأن يركن إلى أن الجريمة تستشري كما يستشري السرطان في الأبدان المصابة. بعد أقل من عام على صدور خلاصات هذا التحقيق الذي عبر الأطلسي إلى المكسيك، أبلغ مركز الشرطة في لاغرانخا بجريمة قتل، جريمة كان ضحيتها بابلو بواب العمارة التي توجد بها شقة بلانكا. المعاينة الأولية تفيد بأن من قتل بابلو شخص يعرفه، فقد وجد مقتولا بعدة طعنات من سكين مسنن على مستوى الصدر. لم يكن هناك دليل على عنف في فتح باب سكنه أو حتى إبدائه مقاومة ما. وهو يتأمل هذه القضية الجديدة، لا يستبعد الضابط ريكاردو أن يكون القاتل من سكان العمارة، وأن الدافع إلى الانتقام من بابلو إبلاغه عن الثلاثة الذين حملوا سبائك الذهب من شقة بلانكا. لم يكن في الظاهر من سبب آخر لتصفية بابلو، وتلك جريمة أخرى قد يرد ذكرها ذات زمن في مذكرات ما.